وسط مشاعر الخيبة والهزيمة، يغادر المنتخب الفرنسي ساحة كأس العالم عائدا إلى فرنسا بعد خسارته 2-1 مقابل جنوب إفريقيا في نتيجة هي الأسوأ في تاريخه. الكارثة على أرض الملعب كانت في أن المنتخب حل أخيرا في مجموعته مسجلا هدفا واحدا فيما اخترقت 6 أهداف شباكه، وقد رافقت المنتخب الأجواء المتوترة خارج الملعب أيضا، ووصفت الصحافة الفرنسية اللاعبين بأصحاب الملايين المدللين ومدربهم بغير الكفؤ. عليهم العودة على أقدامهم وليس بالطائرة، لا نريدهم بعد الآن. لقد أعطوا معنى سيئا لكرة القدم. فرنسا ستواجه مشاكل كثيرة للوقوف مجددا على قدميها. فرنسا غاضبة جدا لدرجة أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي طلب اجتماعا لوزراء حكومته من أجل مناقشة الهزيمة وتحديد المسؤوليات. المدرب ريمون دومينيك كان في طريقه لترك المنتخب الفرنسي حتى قبل كأس العالم، لكنه اختار أن يزيد الطين بلة عبر رفضه مصافحة مدرب فريق جنوب إفريقيا عقب انتهاء المباراة بينهما. لا أستطيع الانتظار حتى يتسلم لوران بلان. علينا أن نهدم ونبني، تغيير المدرب واللاعبين وروحية الفريق الفرنسي. ويبدو أن أمام لوران بلان الآن مهمة بناء واسعة، وعليه كبطل سابق للعالم أن يعيد تشكيل منتخب جديد بالكامل. أما بقية اللاعبين فقد وعدوا الجمهور الفرنسي أن يثبتوا أنفسهم أمامه في الأيام المقبلة، ولذا سيكون عليهم إنقاذ أنفسهم على أرض الملعب لكسب الجمهور الفرنسي إلى جانبهم مرة أخرى.